من المجموعات الأخرى. طبعا المجموعات الأربع الأولى فيها من خمسة منتخبات، وبالتالي ستشاهد أكثر من منتخب يسجل نقاطه الكبرى. المحاولة اليمنية، هدف خاب رابع رابع، هيثم السلامي يسجل في الدقيقة 56، هيثم السلامي يسجل في الدقيقة 56 عن طريق هيثم السلامي، يحيي ويذهب للجمهور الحاضر والمتواجد في هذه المباراة. شوف المرور، شوف السرعة والانطلاقة قوية، أرسلها لأجل أن تستقر في شباك زكلي من أجل أن يسجل منتخبنا هدف رابع في هذه المباراة.